عايزين نروح برضه نتعرف على رؤيه فنيه اخرى مع واحد طبعا من نجوم منتخبنا الوطني اللي سابقين نجم النادي الاهلي والزمالك السابق كابتن محمد عبد الجليل. كابتن محمد برحب بيك. ازيك اخبارك ايه يا حبيبي؟ كابتن عامل ايه؟ محمد؟ الحمد لله. ازيك يا محمود؟ ما شاء الله. طبعا بنتكلم، كنا لسه مع ايمن مصطفى طبعا مفيد قناه اون تايم سبورتس في الامارات الشقيقه طبعا، واستعدادات المنتخب في المعسكر طبعا اللي هناك، واستعدادا طبعا للفتره المقبله سواء لكاس العالم او بطوله الامم الافريقيه. حضرتك شايف المعسكر ده ازاي بشكل عام، ازاي في الفتره القادمه خاصه ان هم مواجهتين في منتهى القوه سواء امام زامبيا او منتخب الجزائري؟ والله برافو عليك. يعني هو انا بحيي فيتوريا او القائمين على المنتخب، بقى لهم فتره عدينا بقى ليفل الماتشات الوديه اللي هو جيبوتي والحاجات اللي هي احنا بنكسبها على طول، يعني صحيح. الليفل بتاعنا اعلى منها. فاحنا لعبنا تونس، داخلين على زامبيا والجزائر، ثلاث ماتشات يعتبروا من الليفل الاول اللي زينا، فدي حاجه تحترم في المسؤولين عن المنتخب. يعني احنا عايزين نقف بالظبط احنا واصلين لغايه فين، احنا في التوب فايف ولا رجعنا ولا رايحين فين بالظبط في مستوى اللعيبه. انا شايف ان المباريات تدرجها ممتاز. بكره ماتش زامبيا، زامبيا تعتبر من الفرق اللي مهما وقعت زي ما بيقولوا لا ليها تاريخ، يعني هي بقى لها فتره مش على الساحه، بس من الفرق من ايام كالوشا بواليا لا فرق تقيلة، عندهم أندية محترمة وعندهم لعيبة محترفة كتير. فأتمنى بكرة إن يبقى أحسن من مباراة تونس، لأن إحنا داخلين بعد كده على الجزائر، والجزائر تعرف ماتشاتنا فيها حساسية شوية، يعني تبقى ماتشات قوية جدا يا كابتن محمد النتيجة دايما. بتفرق، النتيجة صحيح. بتفرق، يعني نتيجة مصر وتونس لا فرقت، رفعت معنوياته قوي وإحنا يعني اتضايقنا شوية. كذلك الجزائر، يعني انا شايف ان ماتش زامبيا ان شاء الله هنعدي منه كويس قوي، هنلعب بطريقه كويسه، عندنا اللعيبه كلها فايقه، رجوع مني كمان منتخب مصر مكسب كبير ان شاء الله، وجود بمناسبة صلاح. النني يا كابتن محمد، شايف ان هو يبدأ بكرة المباراة يديله لا من الأول؟ لا لا ما يبدأش. لا لا، وجوده لوحده هو وطارق حامد سند كبير. الفرصه اللي الايام الجايه او السنين الجايه، نني عمل دوره، طارق عمل دوره، السنين الجايه امام عاشور لمروان عطيه، الراجل مقتنع بمحمود حماده جدا جدا جدا، يعني اجزم ان هو بيحطه نمره واحد ويحط عليه التشكيل. اقتناع، هو كل واحد بيجي بيبقى ليه اقتناع في لاعب معين. هو الولد كويس محتاج شويه خبرات، هيبقى من الدعامات. فانني لا بكره ممكن ينزل اضافه الشوط الثاني، لان النني بقى له فتره مش بياخد ماتشات، ما ينفعش ازج بيها على طول. غياب امام عاشور حضرتك شايفه مؤثر بكره على المنتخب، ومين اللي يقدر يعوضه؟ لا هو مش هيبقى مؤثر، لان انت بتتكلم في منتخب مصر، لو نادي نتكلم في تاثير لعيبه، انما منتخب مصر يعني انت عندك في كل مكان احسن اربع لعيبه في دولتك غير المحترفين. فغياب امام لا هيعوضه، ممكن مروان موجود مش كده؟ حضرتك بتتكلم على مروان عطيه؟ انا بتكلم على مروان موجود، مروان صحيح. عطيه موجود، انت فاهمني؟ امام هيأثر شويه في طريقه لعب ممكن بتاع، انما كنتيجه لا ما اعتقدش. كلمه بقى اخيره حضرتك تقولها للاعيب المنتخب والجهاز الفني، وحضرتك شايف ان المجموعه الحاليه قادره الوصول الى منصات التتويج في كل البطولات سواء البطولات الافريقيه ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه القادمه في يناير، او ايضا الوصول لكاس العالم ان شاء الله 2026؟ لا انت ما تتكلمش في وصول، انت تتكلم هتعمل ايه في كاس العالم؟ ده طبعا تسع فرق داخلين، زائد ان مجموعتك حدث ولا حرج، فاحنا بنتكلم هناخد كاس امم افريقيا ازاي؟ هنعمل ايه في كاس العالم؟ هو ده اللي المفروض بيطرح، انت فاهمني؟ بس انا بقول للعيبه منتخب مصر، انتوا داخلين على مرحله انتقاليه جامده قوي، انتوا لابسين تيشيرت منتخب مصر، كلكم لعيبه كبار جدا، كلكم لعيبه محترفه جدا، بس دايما التيشيرت المصري ده هو اللي بيلم الناس وجهاز دي. فني بصراحة يا كابتن محمد محترم. لا الجهاز الفني اكيد ده، ما هو ماسك منتخب مصر فلازم يبقى محترم جدا وقوي جدا، والواحد مقتنع بالحته دي. وجود حازم امام مع الفرقه والبعثه هناك، برضه حازم دي تقله دي فكره، فاعتقد كل العناصر دي ان شاء الله هيبقى ليها شكل كويس ان شاء الله. يا رب دعواتنا من فناء، وان شاء الله كل التوفيق في الفتره المقبله. كابتن محمد عبد الجليل نجم منتخبنا السابق، بشكرك شكرا جزيلا.